كنت في مجال مختلف، انا استقامتي كانت متاخره، ما استقمت من صغري يعني، ما تربيت في التحفيظ وتربيت ونشأت نشأة إسلامية ودينية كذا، لا أنا كنت في مجال مختلف تماما. في مجال الموسيقى؟ إيه كنت يعني في مجاله، كنت راح أشارك في برنامج ضخم موسيقي، برنامج غنائي ضخم. جميل. وكان خلاص يعني التواصل وتم إصدار التأشيرات وكل شيء ورايح كنت، لكن سبحان الله من الله علي بوالدتي الله يحفظها بحكمتها، فقلت لها خلاص أنا مسافر يا أمي، شوفي شوفي الشهرة، شوفي المال، شوفي شوفي شوفي. الوالدة عندي مستقيمة لكن ما نهرتني، ما قالت لي لا لا تروح أو حرام أو كذا، قالت لي خليني أفكر. وراحت دقت على واحد من أخوالي، خالي أبو يحيى موجود في الرياضة، عنده علاقات بالتسجيلات الإسلامية كلها اللي موجودة كانت في جدة ذاك الوقت، فاتصل على أحد من الشباب عنده استوديو، اتصل علي الصباح انه والله عندنا استوديو، نبغاك في نشيد. وانا ما يعني ما افكر في الانشاد ولا، بس لكن حاجه فيها صوت وكذا عادي ما في مشكله. واروح الاستوديو، ومن من الاشياء العجيبه يعني رحت الاستوديو سجلت عمل قديم جدا، منشد يعني كان الظاهر العنزي او شيء زي كذا. وفي الطريق رايح جاي هو طبعا مرني هذا الاخ، اخذني ووداني الاستوديو ورجعني، وكنت لسه يعني في الثانويه يعني. ففي الطريق كان ما كان يقول لي الحلال والحرام ابدا، سبحان الله في بعض الناس اتاه الله حكمه يعني عجيبه، كان يتكلم معايا عن الانتشار الواسع للانشاد، ويسمعني الاعمال ويسمعني، كان يسمعني الاناشيد اللي ذيك الايام موجوده، موسى عميره، يعني كانت حاجات جميلة جدا. وكان يقول لي إنه هذه فيها شغل يعني، فيها فلوس وفيها كذا، كان إيه. فسبحان الله الاستوديو اللي أنا سجلت فيه هذيك اللحظة هو نفس الاستوديو اللي إلى الآن أنا سجل فيه. جميل. اللي هو استوديو الركائز يعني، عند يعني الحدث هذاك هو اللي غير اتجاه جهاد. أيوه طبعا تلتوا بعض الأحداث، لكن أقول لك كان هذه من نقاط التحول الجميلة. جميل. في جملة ما بقي